عمر المختار. عمر المختار هو الاسم الذي اشتهر به عمر ابن مختار ابن عمر المنفي الهلالي، الذي ولد عام 1858 في ليبيا، وتحديدا بمنطقة البطان التابعة لبرقة الواقعة بالجبل الأخضر. شارك طوال مكوثه في تشاد في المعارك التي خاضها السنوسيون ضد الفرنسيين الذين كانوا يحتلون المنطقة، وذلك ما بين عامي 1899 و 1902، وكانت تشاد وقتها ضمن الأراضي الليبية. انتقل بعد ذلك إلى منطقة الجالو وكان مقيم بها، وفي العام 1911 أعلنت إيطاليا احتلال تركيا، وكانت ليبيا تحت الحكم العثماني، مما أدى إلى قصفها. فعندما علم شيخ المجاهدين بذلك الأمر انضم إلى صفوف المجاهدين وهو في 53 من عمره، وعمل على تنظيم الصفوف وأصبح أبرز المقاتلين الليبيين الذين قاموا بالتصدي للقوات الإيطالية، ثم أصبح قائد المجلس الأعلى للعمليات الجهادية، وخاض معارك عظيمة جدا ضد المحتلين الإيطاليين، وقد حقق انتصارات عظيمة ضد المحتل، واستمرت المعارك حوالي 20 عاما. في 11 سبتمبر عام 1931، بينما كان عمر المختار يستطلع منطقته في ليبيا، تمكنت القوات الإيطالية من حصاره والإيقاع به، وتم تقديمه إلى محاكمة سورية سبقها تحضير المشنقة، ووجهت إليه العديد من الأسئلة بشأن محاربة الحكومة الإيطالية، وقام بتبني كافة العمليات القتالية التي تمت ضد القوات الإيطالية، مؤكدا أن ما قام به كان دفاعا عن وطنه ودينه، وتم الحكم عليه بالإعدام شنقا. على الرغم من شعوره بالإرهاق والتعب والحمى، إلا أنه تم تنفيذ الحكم بإعدامه في اليوم التالي للمحاكمة مباشرة، وهو في سن 73 من عمره. ولم يتم التعرف على المكان الذي دفن فيه المختار، نظرا لسعي القوات الإيطالية إلى إخفاء مكانه عن الناس، الأمر الذي دفعهم لبناء قبرا خاصا بأسد الصحراء في مدينة بني غازي الليبية، ثم تم نقله إلى سلوق وهي المدينة التي شهدت واقعة إعدامه. كانت كلماته الأخيرة للضابط الإيطالي الذي حقق معه: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، وهذه ليست النهاية، بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن عمري سيكون أطول من عمر رؤسائكم.